إذن عن آخر التطورات في غزة خصوصاً وعموم الأراضي الفلسطينية من قصف وإبادة جماعية ما زالت قوات الاحتلال تمارسها هناك، ينضم إلينا عبر الهاتف من جنين الكاتب والباحث السياسي عدنان الصباح. أستاذ عدنان، مرحباً بكم. أبو عبيدة الناطق باسم كتاب القسام يقول إن القدرات البشرية للقسام بخير، وأيضاً تم التمكن من تجنيد آلاف المقاتلين الجدد. ماذا تريد حماس من وراء هذا التصريح أستاذ عدنان؟ مساء الخير حضرتك. حياك الله سيدي. أعتقد كان واضح كلمة الأخ أبو عبيدة، واضحة جدا. أولا تأتي في ظل تعنت الاحتلال والولايات المتحدة في موضوع التفاوض بشأن الصفقة ومحاولة كسب الوقت أكثر فأكثر. قال لهم بوضوح أن المعركة وأننا لم نتعب ولم ننحني، وأن المعركة متواصلة وما سطرونه أكثر مما رأيتموه، وأن قوتنا لا زالت كما هي، بل بالعكس تتصاعد، والواقع أنها تتصاعد. يعني أبو عبيدة لم يقل شيئا عجيبا، لأن مزيد من الجريمة على أرض غزة، مزيد من القتل، أنت تجعل من كل مواطن غزي مقاوم، بل هو مقاوم شرس، لأن هذا القتل، هذا الإجرام، هذه الإبادة بكل الوسائل التي من المفترض أن تكون وسائل للحياة، يستخدم الاحتلال وسائل للموت، الدواء والماء والغذاء، هذا يدفع بكل الشعب الفلسطيني أن يتحول إلى مقاتلين. هذا الفلسطيني في قطاع غزة يدافع، كل شخص بات يدافع عن ذاته وعن أنا، يعني الوطن صار جزء من كل شخص، الأشخاص تحولوا إلى وطن، الوطن تحول إلى أشخاص. هذا الانصهار الذي صنعه الاحتلال، الاحتلال ماذا يعتقد؟ كان يعتقد أنه سيواجه 50,000 100,000، لا، اليوم يواجه 2.4 مليون إنسان على أرض قطاع غزة، وهو يواجه الحقيقة 14 مليون. يعني كل الشعب الفلسطيني الآن الذي يجري على أرض قطاع غزة يطال كل فلسطيني، والحقيقة يطال كل إنسان على وجه الأرض إذا أردنا الحقيقة. ولكن فلسطينيا واضح أن الفلسطيني مستهدف بذاته. يعني الفلسطيني يقول الاحتلال وتقول الولايات المتحدة لنا بالفم الملآن، نحن لا نريدكم. إذا ما الذي يتوقعونه من الشعب الفلسطيني أو من أبو عبيدة أو من حماس أو من الجهاد أو من، ما الذي يتوقعونه من كل فلسطيني؟ هؤلاء يستعدون الفلسطيني كفلسطيني. طيب أستاذ عدنان، الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ضد النازحين بإحدى المدارس في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هل من تفسير منطقي للاستهداف الدائم للنازحين المدنيين من قبل قوات الاحتلال؟ الاحتلال يحضر ويسعى لتهجير الشعب الفلسطيني من على أرض. يسعى يكون على هذه الأرض أقل قدر ممكن من البشر. وأقول لك، أنت ترى والعالم يرى ما الذي يجري في قطاع غزة، وأنت ترى والعالم يرى ما الذي يجري في الضفة الغربية يوميا، عدد الشهداء والجرحى والهدم والقصف والإغلاقات، وأنت ترى ما الذي يجري ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة 48 والتضييق الذي يتعرضون له، وأنت ترى المذبحة المرتكبة بحق الأونروا الذي يريدون أن يتخلصوا منها وبالتالي يتركون ويلغون كل قضية اللاجئين الفلسطينيين في العالم. هذا استهداف مطلق للفلسطين، وبالتالي الاحتلال نعم يقصد بكل شيء يقوم به، قصف المدارس، قصف المستشفيات، قصف المساجد، قصف الكنائس، قصف مصادر المياه، قصف محطات توليد الكهرباء، منع الحياة، منع الدواء، منع الغذاء، الماء، الرداء، الغطاء، كل شيء الاحتلال يستهدف، كل فلسطيني وكل ما يخص الفلسطيني يستهدف. هذه مذبحة مطلقة، والعالم يقف متفرجا للأسف الشديد، أو يعني غاضبا مستنكرا خجلا، ولا أحد يقول لهذا العدو المجرم ولا لسيده أن كفى، لأن الاعتداء لم يحدث على الفلسطيني. أنت حين يعني تواصل المقتلة على مرأة ومسمع من كل البشر، أنت لا تستهين بالفلسطيني إذا أردت الحقيقة، هذا يستهين بالبشرية. هذا طيب. يقول لكل المجتمع الإنساني، أنتم لا تسوون شيئا، أنتم لا تحمون أحدكم، أنتم لا تحمون ناسكم، لأن بالنتيجة حين يستهدف الإنسان بهذه الطريقة بالجوع، تعرف في شيء اسمه حق في الحياة، يعني الغذاء والماء، في أشياء هذه أصلا
بالطبيعة البشرية والطبيعة الإنسانية هذه بدون ثمن. يعني حين تكون جائع وتجد طعاما وتأكل ولا تسرق. أستاذ عدنان، نعم أستاذ عدنان، سنأتي على يعني صمت الدول العربية على حجم الإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، ولكن دعني أتوقف الآن. يعني مصادر طبية قالت أنه تم انتشال 3 شهداء من الأسرى شرق رفح مكبلي الأيدي استهدفهم الاحتلال بعد الإفراج عنهم مباشرة. لماذا يتم قتل الأسرى بعد الإفراج عنهم؟ ما الغاية من وراء ذلك؟ ما نشر بن غفير وزير ينشر صورة رواية أسير فلسطيني عن حجم التعذيب، نعم، على الصف، ويقول يعني لا تجربوا أن تأتوا إلى بيت بن غفير، يعني هو المعتقد الصهيوني. هؤلاء كما ذكرت لحضرتك يعتقدون أن الفلسطيني يجب أن لا يعرف معنى للحياة، يجب أن تنغص حياته بالمطلق. هؤلاء يعتقدون أن مزيد من القمع، مزيد من القهر سيخيف الفلسطيني، سيدفع للهرب، لأنه تذكر بن غفير والخيارات الثلاث، أما أن تغادر أو أن تخنع أو أن تموت. هؤلاء يعتقدون أنه مزيد من القمع، مزيد من القهر، مزيد من القتل، مزيد من التدمير سيدفع الفلسطيني للهرب، يعني على قاعدة انفد بجلدك. لم يتركوا يا سيدي، هؤلاء أغلقوا في وجهنا كل الطرق، كل الجهات، ما ظل عنا إلا جهتين، يعني جهة السماء وجهة الأرض. فإذا أنا لا خيار لي إما أن أذهب أدفن في التراب أو أذهب إلى السماء، فلماذا لا أذهب إلى السماء؟ طيب أستاذ عدنان، سنأتي على موضوع في غاية الأهمية. يعني تصور أن الأمم المتحدة انتقدت صمت الدول العربية على الإبادة في قطاع غزة. السؤال المطروح، ما الذي يمكن أن تفعله الدول العربية في ظل الدعم الغربي والأمريكي غير المحدود لقوات الاحتلال؟ يعني إذا أرادت الدول العربية أن تفعل فلديها الكثير 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 لكي تفعل. أولا وقف العلاقات، نعم. ثانيا وقف التجارة، طيب. ثالثا وقف الطاقة، البترول، بيقطعوا الكهرباء عن غزة، بتعطوهم بترول، بيقطعوا، بيقتلوا، بيمنعوا الدواء، بتقيموا معهم علاقة وبتستقبلوهم، بتحكوا معهم. ثالثا بالتلويح بذلك بوجه أمريكا وأوروبا. ما مش معقول أمريكا علنا يتحدث ترامب ويتحدث بايدن على رؤوس الأشهاد وعن أن ما يقوم به العدو في أرض فلسطين هو مهمة أمريكية. يقول له ترامب دعه يكمل المهمة، ويقول نتنياهو لبايدن أرسل الحساد ليكمل المهمة. إذن هاي مهمتهم هم، إذن هم اللي طالبين منه ينفذ المهمة وهو يقوم بالمهمة. لماذا تقيمون علاقة مع الولايات المتحدة إذا كان حزب العمال البريطاني اللي كان عامل معارض قبل كم يوم، نعم، اليوم بيحكي العكس، اليوم بيحكي العكس بعد النتائج الانتخابات. إذا كان هذا العالم لا يرى بالفلسطيني إنسان، وبالتأكيد لا يرى بالعربي إنسان، إذا الفلسطيني عربي، وبالتالي إذا كان لا يرى بي أنا من حق الحياة، فهو بالتأكيد لا يرى للمغرب الحق بالحياة، ولا للخليج الحق بالحياة، ولا للسعودي الحق بالحياة، ولا للمصري الحق بالحياة. هم يقولون أن العربي الجيد هو العربي الميت، على فكرة لا يقولون الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت، نعم. هم يقولون العربي الجيد هو العربي الميت، طيب. هذا شعارهم وهذه لغتهم، وهم ينظرون إلينا على أننا دون. على أي حال هم ينظرون للعالم على هذه القاعدة، ليس نحن فقط. يعني هم يعتقدون أن كل بني البشر دون اليهود هم خدم. أستاذ عدنان، أيضا الأمم المتحدة يعني من ضمن الحلول المطروحة قالت أن عزل إسرائيل إقليميا ودوليا قد يكون حلا ناجعا لإنهاء هذه المقتلة التي تجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعني من وجهة نظركم، هل سيوقف هذا العزل جرائم الاحتلال من وجهة نظركم؟ أنا أقول لك أن الطريقة الوحيدة الذي يستطيع أن يوقف هذه الجريمة هي الولايات المتحدة. هذه دولة الاحتلال، القاتل الماجور، هذا لا يعنيه أحد، يعنيه من يمده بالسلاح ومن يمنحه الغطاء ومن يمنحه الحماية. فما دام من يمده بالسلاح موجود ومستعد ويواصل ذلك ويمنحه الحماية ويمنحه التغطية بكل المحافل وبكل مكان ويشجعه،
ويقف إلى جانبه، لا، هذا لن يعنيه أحد، لا يعنيه أحد. أهانوا محكمة العدل الدولية، وأهانوا محكمة الجنايات الدولية، وأهانوا مجلس الأمن، وأهانوا الأمم المتحدة. تذكر مندوبهم في الأمم المتحدة مزق ميثاق الأمم المتحدة أمام كل العالم. نعم، هؤلاء يتعاطون كما ذكرت لحضرتك، هؤلاء يشعرون أن لهم أن الله سبحانه وتعالى اختارهم هم وأرسل البشرية الأخرى باقي البشر لخدمتهم. هكذا يرون بالبشر، هكذا يرون الآخرين. فبالتالي دون أن يرتدع من يحميهم، دون أن يرتدع سيد المقتل الحقيقي، دون أن ندرك هذا السيد الكابوي الذي يعتقد أن العالم كله مرتع له ولإرادته، دون أن يتوقف وأن يتوقف العالم من مجاملته. العالم يجامل الولايات المتحدة، أقول لك بصراحة هذا العالم كله كذاب، لأنه بتعامل مع الولايات المتحدة على أنها وسيط. هذا العالم اللي قبل في مجلس الأمن يقول أن الولايات المتحدة في نص القرار وسيط، هذا عالم منافق. هذا العالم يقول لا يوجد شخص واحد على وجه الأرض لا يدرك أن الولايات المتحدة قادرة خلال ثواني قبل أن أنهي الكلمة أن تعطي أمرا ويتوقف القتال مباشرة. الأستاذ عدنان الصباح حدثنا عبر الهاتف، مشكورا من جنين الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم.